اهلا بيكم معانا وحلقه جديده ووصفات رمضانيه مميزه. ودايما رمضان يجمعنا باللمه الحلوه والايام الجميله باذن الله. وبما اننا في العشر الاواخر من رمضان، عشر العتق من النار، ربنا يعتقنا كلنا باذن الله. عايزين حاجات سهله كده وتبقى خفيفه. احنا طول رمضان عمالين ناكل ناكل، نيجي بقى في الاواخر كده وخلاص بقى معدتنا اكتفت، فاحنا عايزين نعمل حاجه سهله. النهارده هنعمل سوا مع بعض كريب بس لونه اخضر، يعني اللون المفضل عندي، لون الحياه. عملت لكم بقى كمان في الكريب بوصفه مختلفه وعليه صوص كده باللحمه المفرومه، حاجه طعمها حلو. وهنعمل معاه كمان عصير برضو مميز بالموز وتفاح، ومش هقول لكم بقى، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه هنبداها هنعمل الصوص بتاع الكريب. هنعمل كريب سوا، وعشان ناخده او نخليه لونه اخضر انا هستعمل البصل الاخضر جواه. ممكن نستعمل بقدونس كمان هيديني اللون الاخضر، يعني اي اعشاب خضراء هتديني درجه الاخضر، بس انا هستعمل اللون البصل الاخضر عشان اللون الاخضر. انا اول حاجه هعملها هعمل الصوص بتاع اللحمه المفرومه. هنحط اللحمه المفرومه كده حوالي ربع كيلو، مش كتير، لان انا لسه هضيف حاجات تانية في الصوص ده، وهقلبها عشان تبقى اللون البني. احنا طبعا هنعمل مع بعض عجينة الكريب سهلة، الاضافة الجديدة عليها اللون الاخضر اللي هو البصل، لكن احنا عارفين الكريب عبارة عن الزبدة السايحة والبيض والدقيق واللبن. هقلب بالشكل ده كده، انا عايزاها بس تاخد اللون البني، واقلبها. وحضيف لها عصير تفاح او ممكن عصير برتقال بس بكميه قليله، بيدي طعم حلو للصوص بتاعي. وطبعا غير الطماطم وصلصه الطماطم، يعني صوص كده طعمه مميز وغني جدا. طبق كمان لسه فيه حشوه جوه الكريب، عامله لكم طبق غني ولون كل حاجه نفسكم فيها في الطبق. انا هجيب بقى كده عصير التفاح، هنحط تقريبا ثلث كوبايه بالشكل ده كده كفايه، وهقلبه. ريحه بقى ايه تفاح جميله، اقلبها كده بس تقليبه. واجيب بعد كده البصله بتاعتي، انا عندي البصله متقطعه صغير او مفرومه، هحطها كمان واقلبها كده. هسيبها شوية مع اللحمة عبال ما نعمل مع بعض خلطة الكريب. خلطة الكريب انا هضربها كلها في الخلاط، يعني هحط كل المكونات بتاعتي هنا في الخلاط واضربها مرة واحدة. هاخد البصل الاخضر بالشكل ده كده، ممكن اقطعه اصغر شوية. احنا اخدنا في البصل الاخضر الجزء الاخضر بس عشان احنا عايزين اللون وطبعا الطعم بتاع البصل، فاحنا اخدنا الاخضر فقط. احط البصل كده واحط كوباية اللبن، كده وعندي طبعا البيض، هحط بيضتين. وزي ما قلنا قبل كده البيض احنا بنجيبه من السوبر ماركت، فتاريخ الصلاحية مكتوب ولازم نخلي بالنا، لان مع الحر البيض بيبوظ. البيضة دي انا هخليها لان دي هنستعملها في الحشو اللي جوه الكريب، وهحط مع كوباية دي بالشكل ده كده، وهحط 3 معالق زبدة سايحة، حاجة سهلة وسريعة. هنضرب كل الكلام ده، بس عايزين نقلب اللحمة تقليبة. بيعكسني باستمرار الخلاط ده او كده، بس هقلب اللحمة بالظبط. انا ما بعرفش اتعامل معاه فبيعكسني. ادي البصلة دبلت مع اللحمة. هحط شوية المكونات بقى بتاعتي، انا مقطعة بسطرمة قطع صغيرة هحطها كده هنا مع الصوص ده.
بقول لكم صوص كده ايه متكلف كده، حاجه طعم غني كده اهو. اقلبه، هسيبه انا هحط كل المكونات اللي ناقصه عندي في الصوص عشان اسيبه يستوي مع نفسه. وعندي كمان صلصه الطماطم، وعندي طماطم شاري مشويه، يعني انا شوياها عشان وقتي، شوياها على طاسه الجريل بشويه زيت زيتون، ما تبلتهاش باي بهارات علشان احنا عايزين التتبيله بتاعه الصوص كده ما تبقاش حاجه يعني ايه الطماطم ليها تتبيله، لا انا عايزه كله يبقى متبل طعم واحد بالشكل ده كده. وهحط كمان معلقتين صلصه كده كفايه، ونتبله بقى حاجه بسيطه بالملح والفلفل بس مش كتير، علشان احنا عندنا البسطرمه بيبقى فيها نسبه ملح كده. واحط شويه فلفل وهقلب كل الكلام ده، ممكن ازود لهم شويه عصير تفاح وهسيبه كده. انا هوطي النار، احط له بس شويه ايه عصير تفاح كده واسيبه عبال ما نعمل عجينة الكريب بالشكل ده. ممكن نزود كمان عشان احنا عايزينه يبقى صوص كده، وعايزينه يبقى متسبك، بس عايزة طعم التفاح العصير ده يبقى واضح فيه. هسيبه كده انا على النار ونضرب سوا الكريب. لونه بقى اخضر بس مش الاخضر القوي، انا هحط له شويه بقدونس زي ما قلت لكم، ممكن نعمل الاخضر بالبصل الاخضر بالبقدونس بالشبت باللون، يعني الحاجه اللي هي لون اخضر تدي كمان اخضر قوي. واقفل كده مصر. ادي لونه بقى جميل، انا كده العجينه جاهزه نبدا نشتغل فيها سوا. وهنقل بس ده على جنب عشان نعمل الكريب مع بعض كده اهو. واحط دي هنا، احط بس ايه حبه زيت كده، احنا حاطين زبده اوريدي في العجينه فاحنا مش محتاجين يعني مادة دهنية سواء زيت أو زبدة، مش محتاجين كتير. وهجيب ده جنبي كده عشان نبدأ نعمل العجين أو الأقراص بتاعتي. كده طبعا الكريب ده ليه حشوة، أنا هحشيه من جوه. الحشوة بتاعته هيبقى عبارة عن شوية جبن بقى سواء جبنة ريكوتا وجبنة موتزاريلا وجبنة يا اما تركي يا اما جبنه البارمجان وبيضه، يعني طبق مغذي جدا. والبقدونس برضك هحط بقى كده، ونحط بس هو الزيت كتير بالشكل ده. ممكن ما نحط الزيت ونعتمد فقط على الزبده اللي في العجينه، بس انا ببقى ايه يعني حريصه، او بالنسبه لي انا الكريب او البامكن او مش البامكن البانكيك بيبقى اول واحده بالنسبه لي بتبقى تجربه. كده
اقلب هنا كده. الصوص ده بقى جميل، انا بالنسبه لي كده خلاص انا عايزه يبقى فيه شويه صوص، يعني يبقى متسبك اه بس يبقى يعني سايب كده، ما يبقاش ايه ماسك. انا اقلب دي كده، شفتوا اللون الاخضر جميل ازاي؟ نجيب طبق نحط فيه عايزه اقول لكم ان الطبق ده هيخش الفرن كمان كده اهو، ادي اول واحده باللون الاخضر الحلو، بس انا عايزه اسيب الزبده مش عارفه كده، نحط واحده كمان. الحشو بتاعي مش هيبقى تخين او مش هيبقى تقيل، يعني انا عاده لما بحشي الكريب بحاول اخلي فيه شويه سمك عشان يبقى شايل الحشو، لكن الحشو جبن فمش تقيله ان انا يعني ابقى القرص نفسه تخين. الشكل ده كده الصوص بتاعي جاهز، والكريب احنا بنكمله سوا، وهنطلع فاصل ونرجع سوا نعمل الحشو بتاع الكريب ونعمل عصير حلو جدا، استنوني بعد الفاصل.